بوجه شاحب مكسور، علامات الحزن والأسى باديتين عليه، وبشظايا قلب محترق، ساقت رجلا هذه الأم إلى هذا المكان أين كان فلدة كبدها يستمتع بعطلته وبطفولته. الطير من طيور جنات الخلود محمد خطفته الموت في صمت بعد سقوطه وسط بقايا جمر بمردومة أحرقته وأحرقت قلوب من حوله. أنا باش نكون فيه ونريحو يامات كامل كيما كاع الناس. بون جينا الجمعة عشية، باه كان يهضر في تليفون، يا أخي سمع وليدو كي طاح، كي سمع وليدو بلي طاح ما فاقش بلي ما كان والو، ما كان أوكان سين بلي كاين هنايا نار، شغل ما تفاقش. الطفل بدا يبكي، كي راح باش يخرجو باباه، كي دخل باباه هكا باش يخرجو، بابا فاق بلي أي كاينة نار، باباه تحرقوا رجليه ما قدرش يخرجوا. جو الراجل يا اخي ولينا نعيطوا لا بوليس، ولينا نعيطوا لا لومبيونس ما كاش، قال لك هنايا دراري قايه وسيد علي نورمال. وتلاقيت مع مولات الدار قالت لي تحبوا نرجع لكم دراهمكم، تحبوا مانيش عا قلت لها لا 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 لا، هضرت عليه قلت لها قلت لي ما سمعناش. لم تجد هذه الام انيسا يواسيها في محنتها سوى زوجها الذي يقبع هو الآخر في مستشفى الحروق، محاولة استرجاع بعض الذكريات لعلها تنسيها ما مر عليها. طيب قلك عيطنا لهم قاع صحاب لي ريستورو، قلك عيطنا لهم قاع زعما باش يفروها معانا في الدنيا زعما قبل الأطفال ربي يرحمه. الأبثان تخلي الإنعاش، يعني الأبثان يرجلوا شغل ما كانوش متوقعين هذيك الدرجة. كنا فرحانين، كنا يعني عطلة داري يلعبوا يعوموا. ولدي شهيد، ولدي يعني صغير طير من طيور الجنة، صح أنني نطالب يعني من السلطات تفطن شوية، يديروا المردومة تحهم ويوكلوا الناس ويجيبوا دراهم ويفرحوا بيهم دراهم هذوك. هذاك الجمر اللي رموه هنا وشواه به الحم ومدوه للناس، شواه به وليدي. رحل محمد إلى دار البقاء وإلى وطن النائمين طويلا، تاركا وراءه قلب أم وأب محترق، وخلف كل ذلك علامات استفهام كبيرة تطرح، ملفات تستوجب فورية الحلول لا وضعها في رفوف النسيان. إلى متى سنظل نردد بلسان الحسرة والأسف؟ فعذرا يا أماه فقد رحلت ولن أعود.